أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة أن مملكة البحرين أضحت واحة للمحبة والتسامح والسلام بفضل الرؤى والتطلعات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. مشيرا سموه إلى أن المملكة تواصل نهجها الثابت بتكريس قيم التعايش والتعددية بين الجميع، ما يجعل منها انموذجا حضاريا متميزا. ونوه سموه بما يميز المملكة من إرث ثقافي وحضاري عريق قائم على قيم التعايش والتعددية واحترام الأديان منذ القدم، وسار على هذا النهج أبناء المملكة حتى أصبحت المملكة ملتقا لمختلف الثقافات والأديان. جاء ذلك لدى زيارة سموه نيابة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين لعدد من الأسر لمشاركتها احتفالاتها بمناسبة ديوالي ورأس السنة الهندية، حيث أشار سموه إلى أن مملكة البحرين باتت أرض التعايش والتسامح لمجتمع تسوده المحبة والسلام والتآخي، وتتجلى فيه القيم والمبادئ السامية القائمة على احترام الديانات والحوار والانفتاح القائم على تنوع الثقافات. وقد نقل سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد تحيات وتهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لأسر كافلاني وفايدايا وكولرام وأسبورتا ومالجيامال بهذه المناسبة، كما أعرب سموه عن خالص تهانيه لهذه الأسر مشيدا بما تقوم به من عطاء في خدمة المجتمع وحرصها الدائم على التواصل مع الجميع. من جانبها أعربت الأسر عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حرص سموه الدائم على التواصل مع كافة أطياف المجتمع ومواصلة تعزيز قيم التواصل والترابط، معربين عن امتنانهم لمشاركة سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة في هذه المناسبة والتي تعكس المعاني والقيم السامية والنبيلة التي يتحلى بها المجتمع البحريني، متمنين لمملكة البحرين مزيدا من النماء والازدهار.